على وقع القصف وأزيز طائرات الاحتلال التي تسقط القنابل فوق رؤوس الأبرياء، لا يتوانى هؤلاء المتطوعون في إنقاذ أرواح علقت بين الأنقاض لكنها لا تستطيع توجيه نداء استغاثة. كائنات ضعيفة لم تمهلها قذائف الاحتلال الفرصة للفرار أو البحث عن مناطق آمنة، فخرج المتطوعون بدراجاتهم النارية للتفتيش عنها في الأماكن التي لا يمكن أن تصل إليها السيارات. لا يزال الرعب يبدو في عيونها ورعشات الخوف تدب في أجسادها حتى امتدت إليها أيادي هؤلاء المتطوعين من جمعية حيوانات لبنان لتأخذها إلى بر الأمان. لقد جينا للتو وهذه القطط محاصرة في منزلها منذ أسبوعين على الأقل. كان الطعام الذي وضعه لهم صاحبهم يكفيهم أسبوعين فقط فتناولوه، ولكن المنطقة هنا مخيفة للغاية وهناك الكثير من القصف حولهم وهم لا يفهمون ما يحدث. يحتاج الأمر إلى محترفين لإنقاذهم بأمان وبسرعة. بعض رعاة تلك الحيوانات الأليفة لم يتمكنوا من اصطحاب قططهم وقت النزوح فرارا من العدوان الإسرائيلي، خصوصا بعد أن دمر القصف بيوتهم. من سنة لهلا في كتير عالم خاصة بأهالي منطقة الجنوب اللي هن موجودين على حدود تركوا بيوتهم، تركوا أرضهم وبقيوا حيواناتهم فوق. طبعا كنا بنتمنى نقدر نشيل كل هول الحيوانات الموجودين بالضياع اللي اضطروا أهاليها يفلوا، ولكن قلنا أقل شيء نأمن لهم أكل ومي. أسفرت جهود هؤلاء المتطوعين عن إنقاذ أكثر من 150 قطة أصبحت الآن في أمان لدى مقر الجمعية. عنا هذه الأوضة فيها كل البسانات اللي جبناهم من الضاحية. مثلا عنا هودي 7 كاتس كانوا عند زلمة وهو قاعد ببيت، يعني هن 30 شخص بنفس البيت واضطروا يفلوا لأنه بيته اندمر بالضاحية. جابنا إياهم لأنه ما قادر يحطهم عنده. مئات الآلاف من اللبنانيين نزحوا من المناطق التي يهاجمها الاحتلال الإسرائيلي برا وجوا في أنحاء مختلفة من لبنان وخصوصا في الجنوب، ولا تزال أرواح البشر تزهق والإصابات تسقط والبيوت تهدم جراء العدوان، فتهرع إليها فرق الإنقاذ والطوارئ. ولكن من لهذه الكائنات الضعيفة ليخرجهم من ساحات الموت والدمار إلا يد إنسان تمتد لهم بطوق نجاة، حتى ولو لم يسعهم فهم متى وكيف ولماذا يحدث كل ذلك ممن يفترض فيهم أنهم من البشر.